3 Aralık Dünya Engelliler Günü. Engelleri sanat aşarız projesi kapsamında Yunus Emre Enstitüsü olarak Aziz'le muhteşem bir program düzenliyoruz. Bu programa Bab'dan, İdlib'den, Afrin'den 5 tane sanatçı arkadaşımız, sanatçı kardeşimiz bizimle beraber kendileri işitme ve duyma engelli, konuşma engelli, aynı zamanda görme engelli bir kardeşimiz de bağlamasıyla bizlere eşlik ediyor, katkı sunuyor. Yunusça baktığımız zaman biz bu arkadaşlarımızı, kardeşlerimizi engelli olarak değil, özel vatandaşımız, özel kardeşlerimiz olarak görüyoruz. Kendilerinin dünyasından çizmiş oldukları resimlerle kendilerini anlamaya çalışıyoruz. İnşallah Aziz'de ve birçok bölgelerde bu sergilerimizi devam ettiririz. Ve bu çalışmalarla bu bölgeye umut olmaya devam ederiz Yunus Emre Ersus olarak. Aziz'den Yunus Emre Ersus'u olarak milletimize ve devletimize selam ve saygılar sunuyorum. Teşekkür ederim. بمناسبه يوم الثالث من كانون الاول يوم الدولي لذوي الاحتياجات الخاصه نظمنا في اعزاز معرض انضم اليه 5 فنانين من عفرين والباب وادلب بعضهم لا يستطيع السمع بعضهم لا يستطيع التكلم بعضهم لا يستطيع الرؤيه بدا البرنامج بالعزف على اساس معرضه لوحات الفنانين الذين حاولوا ان يشرحوا لنا عالمهم ودنياهم من خلال هذه اللوحات نحن سنستمر بهذه البرامج بدعم اخوتنا الخاصين نحن لا نسميهم لديهم اعاقات سمعيه نحن نسميهم أشخاص خاصين لوطننا ولدولتنا ولأرضنا ستستمر هذه البرامج وستستمر دعم قوتنا وإن شاء الله نحن مستمرين في هذه Biz her zaman şunu söyledik. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin elinden tuttuğu her şey, Yunus'un nefesini üflediği her şey dirilişe, umuda gebedir. Yarınlar umuttan ümidini kesmeyenlerin olacaktır. Biz buradayız. Selam ve saygılar. أريد أن أنهي كل شيء تضع يد الدولة التركية يدها به كل شيء ينفخ به يونس إمرا ونفس يونس إمرا فهو مليء بالأحلام ومليء بالآلام لا نقطع الأمال من الغد إن شاء الله سيكون لدينا غد أجمل شكرا السلام عليكم أنا أختي سوسن الرسامة سوسن بتعاني من مقلف السمع والنطق سوسن عم اليوم اجت لتعرض بيوم يونيسف امرأة لتعرض رسوماتها اللي بتحكي عن الوضع وبتحكي عن حالة سوسن عانت من كتير شغلات طبعا أولا إنه ما حدا اكتشفها ما حدا يشجعها على هذا الشيء بالأيام صار لمعارض وهذا صارت تشجع صارت تحاول ترسم تتعلم كمان في عندها عاقة إنه التلاوين ما عم تساعد اللوحات هذا وإن شاء الله سوسن راح تتحسن وتقدم كل شيء عندها طبعا اليوم تشرفت بحضوري لهذا المعرض باليوم العالمي لذوي الهمم ما فينا نسميهم ذوي الاحتياجات لانه هن عندهم طاقات كبيره عندهم ابداعات بالمجال الثقافي والفني اليوم اللوحات كانت عم تحكي عن تجسيد معاناه الثوره السوريه من قصف من دمار من مهجرين ومعتقلين ان شاء الله بنطمح دائما هذول الشباب يلي هن صناع سوريا المستقبل انه يبدعوا بالفنون والمواضيع الثقافية أكثر لنوصل لسوريا الحرة بإذن الله أنا ولدت الفنانة لما محمد عبادي لما من ولادتها كانت ما بتسمع فائدة للسمع وبالتالي صارت فائدة للنطق اتجهت للرسم اتجهت للتعبير عن مشاعرها بريشتها وبألوانها ونحن التبهنا عليها من الصغر لهاي الموهبه وطورنا لها الموهبه هاي ونميناها وفعلا نحن بدايه كنا معها بس بعدين هي تجاوزت هالاعاقه واعتمدت على نفسها حتى ما بقى صارت تحتاجنا اعتمدت وكبرت ان شاء الله وتعالى لوصلت لهون اليوم نحن سمعنا ان اليوم العالمي للاحتياجات الخاصه حبينا نشارك بهذا اليوم معكم ونوقف مع الاحتياجات الخاصة ونكون شاهد لهم ان الإعاقة ما بتوقف حدا الإعاقة ما بتعجز إنسان
فينه الإنسان بقدراته يوجهها لحتى يتجاوز إعاقته، لحتى ينمي قدراته ويكون أكثر من إنسان صحيح. ولما شاهد على هذا الحكي، يعني أنا بحس حالي أنا من الاحتياجات الخاصة جنب لما، أنا العاجزة عن التعبير جنب لما، لأني اللي بيطلع من جوات لما والطاقات اللي شفتها عند بنتي لما أنا بعجز كون مثلها.